جينا اليوم للمحكمه ما خلوناش ندخلو على هذا المرض هذا اللي ولا، ولكن يا ولدي داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. مزيانه الواحد باش الا كان شي حاجه ما يتعاداش الواحد. حابسيننا هنا في الباب وعندنا اغراض ديالنا باغيين نقضيوها في المحكمه معلوم احتياطات مزيانه، هذه مزيانه من الشعب كامل مزيانه هذه الاحتياطات. هذا بدا الانسان الوطن هو الاول والشعب هو الاول في اي حاجه باش يبقى بالسلم والسلام وكل شيء، كل شيء يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت انا اليوم الصباح باش ندلي بواحد الاشهاد لولدي تاع واحد الضحيه متهمه متامنه بها، ولاني كاتبه لي الاشهاده وكاتبه لي الاشهاد بالله ما داير لي حتى شي حاجه. دابا جيت بغيت نقدمه اليوم هما ما خلاوناش ندخلوا. تاع سيدي ربي هذا الشيء، هذا المرض ديال سيدي ربي ماشي ديالو، راه داخلين الناس هذوك اللي داخلين ما فيهمش المرض، المساجد اللي مسجونين تما ما فيهمش المرض، ما غاديش يمرضوا، حتى هما خاصنا نخافوا عليهم، كانوا خصهم يعلمونا ماشي يخلطوا ويقولوا لنا تا جينا عاد يقولوا لنا لا ما تدخلوش. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.